ادخل. في واحدة بره عايزة تقابل حضرتك، بتقول إنها مرات المهندس يوسف ومعاها والده. بتقول إيه؟ مراته؟ اهلا. طب والله العظيم انت بنت حلال، اما شفت لك حته شاسيه في اسوان استعمال طبيبه. دكتور هشام عايز عينه الدم، مش وقت وصفاء. بس الدكتور هشام اكد عليا انك اول ما توصلي لازم انزلك المعمل. ماشي، بس بشرط هتوصليني لغايه المعمل وتحكي لي عن الخطيب بتاع الاسبوع ده. مالك يا صفاء؟ هو الخطيب بتاع الاسبوع ده اداكي بومبا جامده ولا ايه؟ هو كان حصل حاجه كده وعايز احكي لك عليه. صفاء انا مبسوطه، وانت شكلك كده هتكئبيني، انا رايحه المعمل لوحدي. بس يا انسه الشمس لو لا 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 ويقولوا ما يقولوا قلبي فرط طول، ويقولوا ما يقولوا ادخلي. متشكرة قوي. أظن ما تأخرتش. أنا آسفة، ما كنتش أعرف إن في حد هنا. أهلاً وسهلاً. طبعاً أنسة شمس. أيوة فهمت. اتفضلي يا شمس، ده الاستاذ حسن والد يوسف وابنه ومدام هند مراته. الانسه شمس طبعا اشهر واحلى باليرينا في مصر، دي المستشفى كلها بتتكلم عنك. انت واقفه ليه؟ اتفضلي. يا خبر، انت كمان جايبه ورد، ده واجب علينا. وانت الحمد لله دلوقتي مش احسن؟ التحسن اللي حصل لحالة يوسف أكتر بكتير من اللي أنا نفسي كنت متوقعه. ده ما بيرجعش للعلاج والأدوية وبس، وجود شمس جنبه وحبهم لبعض خلاهم هما الاتنين يقاوموا المرض ويتغلبوا عليه. أنا في النهاية يا دكتور ما يهمنيش غير صحة ابنه وحياته، بس إحنا برضه ناس ما بنحبش الظلم، والواقع بيقول إن يوسف ليه زوجة ولها حقوق، والواقع برضه بيقول إن في اتنين مرضى حياتهم نفسها بقت متعلقة بوجودهم مع بعض. أنا مش ضد هند،
وعارف كويس قوي ان في ظلم كبير واقع عليها وعلى حقوقها، بس برضه مفيش حق في الدنيا لا اقدس ولا اكبر من حق الحياه نفسها. يوسف وشمس لو سابوا بعض دلوقتي وبالطريقه دي، انا متاكد ان حالتهم الصحيه هيحصل لها انهيار تاني. انا مش قادره افهم انت زعلان ليه؟ بقى كده يا يوسف؟ بقى هي دي المقابله اللي بتقابلها لي بعد كل اللي عملته فيا الايام اللي فاتت؟ هند انت ما شفتيش نفسك كنت بتتكلمي معاها ازاي؟ والمفروض اتكلم معاها ازاي يا باشمهندس؟ وانا من ساعه ما جيت المستشفى الكل ملوش دخل حكايتك انت وهي. هند من فضلك، لا ده الوقت المناسب ولا المكان المناسب عشان نتناقش في اي حاجه. انت نسيت ان هي مريضه؟ لا ما نسيتش، هي اللي نسيت انك متجوز، وهي اللي نسيت ان عندك ابن، وانت ليه نسيت ان ده ايه بالنسبه لي؟ انا عمري ما تخيلت انك تحطني في موقف زي ده. انا عمري ما هسامحك يا يوسف، عمري. وكمان انا اللي غلطانه يا بنتي. انا ما اقصدش، كل اللي اقصده نقول الحمد لله اننا اطمنا عليه وبعد كده كل حاجه محلوله. هو ايه ده اللي هيتحل يا بابا؟ وانا عارفه ومتاكده دلوقتي انه معاه. في حاجات كتير في الموضوع ده ما تعرفيهاش ولازم تسمعيها. اسمع ايه؟ هيسمع ان يوسف مريض وهيموت، وفضل بدل ما يموت في حضني انا وابنه فضل يموت في حضن واحده تانية؟ هو ده اللي انت عايز تسمعه؟ انت كفايه عليك الجزمه. امال ايه؟ بس دي ما تجيبيش. معلش معلش اهي الجط. لا كده يا يوسف انت كده هنت عليك. انت كده ما كانش الحب عندك اي تمن يا بنتي. الحب مش امتلاك. انا عمري ما فكرت املكه، انا حبيته. بس انت كده بتزودي عذابه. وعذابي انا؟ انت بتحبيه، والحب من غير تسامح وتضحيه ما يبقاش حب. يبقى هي اللي لازم تضحي. لو هي صحيح بتحبه هي اللي لازم تبعد. بس دي مريضه ضعيفه، وانا من غيره اضعف منها مليون مره. انا مش ممكن اسمح لك انك تبعدي. يعني ايه تسافري؟ انا لازم اسافر. انت ليه مصممه انك تعذبينا؟ انت اللي كده بتعذبني. وجودي في حياتك بقى بيحسسني اني مجرمه. انت من حق مراتك وابنك. وانت؟ انا ايه؟ انت فين حقك؟ اللي بيظلمه يا يوسف ما لهمش اي حق. كل الدنيا بتظلمهم، يبقى على الاقل حقهم الوحيد انهم يحبوا، لان الحب ساعتها بيبقى تعويض عادل عن اي عذاب شافوه في الدنيا. بس ساعات الحب نفسه ما بيبقاش عادل، ساعتها بقى بيبقى قد كل عذاب الدنيا. شمس انا اسف. ارجوك يا يوسف كفايه كلام في الموضوع. لا لازم نتكلم. هنتكلم في ايه؟ في اللي حصل. اللي حصل ده كان طبيعي، كان هيحصل هيحصل، بس اللي مش طبيعي وجودك هنا. شمس عشان خاطر تسمعي، مش ممكن كل حاجه تضيع بالسهوله دي. كل واحد يطلع مش حاجه هتضيع، لان اصلا كل اللي شفناه واللي عشناه ما كانش اصلا من العائله. ما كانش المفروض يحصل، كان المفروض اقاوم، كان المفروض ابعد. انا ما عملتش جريمه، انا حبيتك. انا كمان، انا كمان حبيتك، حبيتك غصب عني مع اني كنت عارفه انك متجوز وعندك ايه. بس ما تخيلتش بشاعه اللي عملتها الا لما شفتك حواليهم النهارده.